تحية خالصة لكم وتحية كبيرة لكم، لقائنا متواصل ومستمر، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا اللي أكيد أنهم كيتابعونا وكيستمعونا على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو إلى حدود الساعة الحادي عشرة. مرحبا بكم على 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52، أيضا 05 22 88 00 60 ولا 61 ولا 62. تحية خالصة لكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم، لقاءنا متواصل ومستمر. ونمشي مباشرة ناخذ مكالماتكم لو سمحتي لنا أستاذ محمد الأحلمي، وناخذ معنا اللحنان من مراكش. مرحبا بك اللحنان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم بخير على هذا البرنامج الرائع اللي كتقدموا لنا كل نهار. شكرا. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. جزاك بخير اختي سكينة، بغيت نهضر مع استاذ حليمي. عندي واحد ديك الاسئله. الله يجزيك بخير، بغيت تجاوبني اليوم. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يقدرنا. الحاجه واحد الدريه كانت مريضه، قالت لي عندها واحد المرض في العين سميتو التهاب عصبي البصري. نعم، لونيغوبتيك هي. وقالت لي بغات باش زعما النظام الغذائي اللي غتمشي عليه. نعم، واخا واخا. نوجهك هي. الزوج ديالي عنده السكر، يعني كان عنده سكطاء وتقاد يعني بالنظام الغذائي وداك الشيء. نعم. لا لاباس، ولكن دابا عنده واحد المشكل فيما كيشوف يعني شي حاجه حلوه وداك الشيء، المهم ديما العقل ديالو كيمشي لديك الجهه. واخا وي وي. وحاجه ثالثه صراحة غير الأول البارح سمعت هذا الخبر، خرج لي حتى هي مسكينة بحيدة الكواد، والأول البارح جاو عليها التحاليل وفيهم يعني واحد المرض خايب شوية. وصراحة بغينا النظام اللي غتكون. واخا للحنان نعطيو فرصة للأستاذ باش يجاوبك، لأن شكرا لك. نعم. صباح الخير. تفضل. شكرا. نعم نعم نعم. هو فعلا وهذا يوحي بالاهتمام السيده بالاسره ديالها، لان السؤال ديال اخت الزوج والسؤال ديال الزوج والسؤال ديال البنيته ولا الوليد. هو شوف لونيغ اوبتيك هو العصب البصري. العصب البصري شنو الدور ديالو؟ العصب البصري هو يقيس كميه الضوء اللي كتكون للعين واللي غاديه، وهذا العصب البصري غادي من العين غادي حتى لا غلاند بينيال، الغده الصنوبريه. هاد الغدة الصنوبرية دايوغ فيها فاش كيتم معالجة، ومن تما راه كتبدا لا كرونوبيولوجي، الساعة البيولوجية ديالنا. هذاك الشيء علاش كل ما تعرضنا لأشعة الضوء برا نهار كامل، كل ما كنضبطوا الساعة البيولوجية وكمية تعرضنا لهذا الضوء وأشعة الشمس كتحكم على جودة النوم ووقت النوم اللي كيكون عندنا في الليل. هاد لونيغ اوبتيك نظرا للعديد من الامور، منها الهواتف، منها لي طابلات، منها المصادر الضوئيه، فممكن تعطينا عياء على مستوى هذا لونيغ، لان سميتو انيغ عصب، وبالتالي هذا العصب يقدر يكون عليه واحد الضغط اكثر. فالناس اللي عندهم المشكل في هذا الانفلاماسيون ديال لونيغ اوبتيك، الى عقلتو راه كانت حنان من وجده كذلك كان عندها هذا لو بروبليم هذايا. فهاد لونيغ اوبتيك الالتهاب ديالو كيجي من امور ميكانيكيه، يعني التليفون وعاد العين ديالنا اللي كيريح هاد العصب هو العين مي كتسرح. ولفوا عفاكم ديروا داك الكينه، داك الترويض ديال العين ديالكم طبيعيا. نخرج نشوف هنا في واحد المكان اللي هو لا متناهي، من الناس اللي هما كنشوفوا غير الحيط، انسان جالس في البيرو، جالس مثلا في واحد المكان مغلق، يعني المدى ديال العين محدود. احنا ماشي كنقولوا الانسان ما يخدمش، ولكن على الاقل على الاقل واحد الوقيته في النهار ديالك نشوف انايا الغروب. الغروب جميل جدا لترويض العين وخاصه العصب البصري. فعندك التهابات أختي الكريمة ضروري تمشي عند أوفتالمو، هذه مسألة أساسية. زائد النظام الالتهابي هو النظام المعتمد على المواد المصنعة، الحلويات والمحلي وهذه الأمور كاملة. النظام الغير الالتهابي هو المعتمد لأننا نقيو الأغذية ديالنا، وهذا الشيء يعني جيد جدا. فيما يخص هذاك يعني الحنين اللي كيكون عند الناس، هذا جوابا على السؤال ديال الزوج ديالها، يعني اللي كتبقى هو عنده السكري والحمد لله، جيد جدا. هذا الشيء يحسب ليك أختي الكريمة حنان، ويحسب للزوج ديالك. علاش؟ لأنك انت اجتهدتي وهو عنده فولونتي وعنده إرادة. هذاك الحنين من بعد نفسروه كيبقى
كيبقى كنتغلبوا عليه، ممكن أننا نتغلبوا عليه مع مرور الزمن، بحال واحد يحن إلى السيجارة، والسيجارة صحية أكيد ليست صحية، مي هذاك إلا بغينا نقولوا هذاك الحنين ديما شنو الحل اللي كنديروا له؟ كيف ما كان دائما أتحدث، بالمناسبة يكفيني شرف أن العديد من الناس يعني من بعد الله كان فرح بزاف من كنكون سبب أن شي واحد قلع على التدخين. يعني راه وصلوا العدد، وصلوا دابا العدد المئات ديال الناس اللي يعني قدرنا أننا نقنعوهم، أنه والإقناع غير كافي، يعني يكون عندك وسائل تعطي حلول. فمن ضمن الأمور اللي كنقول أن الناس اللي قلعوا على التدخين ما كيجيهم هذاك الحنين للسيجارة، هو حنين سلبي بيان سور، كنقول له عمر وقتك سير دير شي حاجة. علاش؟ لأن يوف ويجيك هذاك الإحساس سير دير شي حاجة اللي انت استمتع فيها. علاش؟ لأن هذاك بحث عند الدوبامين، والبحث عند الدوبامين لأن دائما نتعامل بشيء فيزيولوجي بيولوجي، كنولي نقلب فين منين غنجيب الدوبامين. مثلا قدر مثلا يكون دايزا واحد السيدة نمشي نعاونها تنسيني أنا في هذاك الحنين إما للسيجارة إما لهذه. علاش؟ لأن هذاك الحنين هو الترجمة بيولوجية فيزيولوجية، هو طلب الدوبامين، من تما جا الدوباج. وبالتالي كنمشي ندير شي حاجه، مثلا اليوم الجمعه نمشي نعاون الناس، نصدق، نعطي شي واحد شي حاجه محتاج كيف ما كانت نوعه، كناخذ الدوبامين. هذاك الجزاء مي كتاخذه وسبحان الله ينسيك، وغير كتفوت هذيك خمسة دقائق صافي كيمشي داك الاحساس. ها بالنسبه للاخت ديال الزوج ديال الاخت حنان، فالغده الدرقيه مي كنقولوا زولات غير واحد الحاجه، الكواطغ هو مرض ديال الغده الدرقيه. ما هي الغده؟ سميتها الغده الدرقيه. فلما يعني كيتم الازاله ديالها ولا بلاسيون ما عرفتش انا الحيتيات، يجب التتبع مع المختص فيما يخص لو تريتمون ال، واخا زائد ان النظام الغذائي اللي ديما كنهضروا عليه نظام اللي لا يعتمد فقط على اليود، يعتمد على اليود ويعتمد على جميع العناصر الغذائيه، خاصه لما كنحيدوا الغده الدرقيه كنحيدوا معها حتى واحد الغدد جار درقيه الباراتيرويد، والباراتيرويد كتعطينا الباراتورمون، والباراتورمون كيقادنا وكيحافظنا على توازنات ديال المعادن اللي كاينه في العظام، وبالتالي يجب تعظيم تعويض جميع العناصر الغذائيه اللي كيحتاجها العظام، ماشي غير الكالسيوم، جميع العناصر. لحد العظام فيه الكالسيوم، فيه جميع المعادن، فيه المنغنيز، فيه المغنيسيوم، فيه البوتاسيوم، فيه. وبالتالي النظام الغذائي الجيد الباحث عن المواد المصنعه باش ما يكونش عندنا مود انفلاماتوار، زائد الغذاء الفيزيولوجي اللي كاين واللي كيجي قدر الإمكان اللي جاي من لا ناتور. علاش؟ لأن فيها كل هذه العناصر هذه، وكيعيش الإنسان بسلام مع الجسم ديالو، وما أجمل السلام الداخلي والسلام مع الجسم ديالنا. فيجب التصالح مع الذات، ودي مسألة كنت قلتها أنا مرارا وتكرارا. مرحبا. مرحبا. ونأخذ معنا مكالمة أخرى. معنا لالا خديجه من الدار البيضاء. صباح الخير لالا خديجه. الو صباح الخير بنتي سكينه، لاباس بنتي؟ جمعه مباركه. وحنا فرحانه بزاف يشد ليا، لان البارح مع 11 لا ربع شد ليا، ومن بعد بقيت كنتسنى نتسنى طول شويه في الاجابه تقطع ليا الخط. مرحبا بلالا. مرحبا. لالا خطي معلين. انا بنتي دابا شي سؤال سي حليمي. لالا خطيك ولدي الله يرضي عليك. بارك الله فيك لالا خديجه. لالا خطيك ولدي دابا 4 سمانات هادي باش صاب عندي واحد التيمور في المسرى الكبير، ودرت العمليه. نعم. درت العمليه ودابا غادي نمشي. نعم. للشيميو، وانا متخوفه بزاف، ولان نعم. كنسول الناس على الشيمي وداكشي. دابا بغيتك تنصحني بالتغذيه اللي خصني نتبع، وبغيت الله يخليك قبل ما يتقطع لي الخط التليفون ديالك. الله يعطيك العافيه خديجه. مرحبا وخير ان شاء الله. فيها خير الله يشافي ويعافيك. فيها خير ان شاء الله باذن الله. امين امين ويكون الخير. أمين. الحمد لله. أمين. اللي شوف قال لك قضاء اخف من القضاء. الحمد لله اللي جا فواحد البلايصه وقدرتي ديري العمليه وتحيد، وغادي ديري الشيميو ديالك، غتعيي شي شويه عادي بحال كاع الادويه، ولكن ان شاء الله مرحله ودايزه وغيجيب ربي الشفاء. الحمد لله اللي كاين الشفاء. خلي النفسيه ديالك هكا متفائله، ما عندك علاش تبكي، قدر الله. بالعكس قربي ربي كثار،
طلب ربي يرزقك الشفاء وعمر قلبك بربي وما غيكون غير الخير. كل مره حنا غادي نسين الله اللهم لك الحمد. جميل دابا شويه راه 68 سنه راه ماشي سهله وباقي لك العمر كامل ان شاء الله. يلا 68 سنه مازال قدامك الحياه. الله يخليك ولدي الله يجزيك الله يخليك وليدات ويخليك حياتك ولدي. والله اعطيني التليفون ديالك. واخا لا لا ان شاء الله ان شاء الله ناخذ التليفون ديال الاستاذ ان شاء الله. تفضل سعيد لك. ممكن فقط نعم نعم قبل ما نجاوب تقنيا استاذ سكينه شوف انت دري صغير مثلا مشيتي عند الاب ديالك قلتي له عافاك اعطيني مثلا 5 دراهم اش يقول لك باك؟ يقول لك اش غادير بها؟ انا نعطيها لك. يقول لي اش غادير بها؟ تقول له راني غندير بها هادي ندير بها هادي ندير بها هادي واخا يقول لك هاك. شي الله سبحانه وتعالى وسيدي ربي الا بغيتي الصحه دير في خاطرك وسط منك قول يا سيدي ربي دعاء بزاف بالعربيه بوسط منك كيف اعطيني الصحه وشنو غندير بها؟ ماشي غنظلم بها الناس ماشي غنادي بها الناس لا غنخدم البشريه وغندير هادي ونقاد ونصوب كتبه وندير محاضرات ونمشي عند الناس وننصحهم واللي ضعيف نعاونه. والله ما يحرمك سيدي ربي من الصحه اكيد ربي كبير. هذه من جهه. من جهه اخرى اختي سكينه غنعاود لكم واحد القصه بعجاله ديال واحد السيده فارماسيان راه كتسمعنا جاها مرض وسبحان الله من بعد المرض ديالها لان شوف راه سيدي ربي يحط لك الاختيارات مثلا انت تختار غتختار هذاك الاختيار اللي اختار الناس انت تريد والله يريد والله يفعل ما يريد. هادشي هذا مهم في السياسات العلاجيه فعلا كنشوفوا الاخت خديجه على غيرها بزاف ديال الناس متاثرين تاثر عادي جدا لكن لما يولي يضرك هنا كيكون مشكل. هاد السيده هاديه من بعد يعني قصه طويله جدا دارت واحد المركز وهذاك المركز تصوروا اول مركز في المغرب كيجمع بين الناس المسنين والايتام. الاخرين لقاو وليدات قدامهم والاخرين لقاو اباء واجداد قدامهم ومشروع من اكبر واروع المشاريع اللي دارت في العالم اللي كاينه في المغرب وكاينه في الدار البيضاء. هاد السيده هادي يعني كتقول ما فعله المرض بي اكثر مما فعلت به الصحه. ولما انت كدير هادشي مع سيدي ربي كتقول انا فوالا هاد الصحه اشنو غندير بها وشنو غندير بها وشنو غندير بها. داكشي علاش عافاكم بعد المرات كيكونوا لي زانتربريتاسيون ديالنا كيكون فيهم شويه ديال متفاهمينها بحكم حموله المجتمع بحكم بزاف ديال الامور. المجتمع شوف المجتمع راه تقدر داك القساوه ديالو ما نهضرش على كلشي تحولها انت لحاجه زوينه تولي حاجه زوينه يعني راه الحجره بعد المره كتبقى تحفر باش تقلب على الماء كتحيد حجره كيطلع الماء. وبالتالي عافاكم ثقل الحياه راه عادي جدا لكن انا اوليو باش نقول الحياه ثقيله نقوي العضله باش نقدر نهز هذه الحياه. هي الحياه راه فين كونطرا ثقيله ولكن انت عندي حل واحد انايا يا اما نقول هذه الحياه ثقيله وصافي ما قادرش نهزها ويا اما نقول انا راه نقوي هذيك العضله ديالي. نقطه اخيره باش ما تفوتنيش غادي نرجعوا السيده خديجه على ودك على ود المستمعين كاملين غادي نرجعوا الحلقات على السرطان ونهضروا على هذه المساله. درتي لوبيراسيون تبعي الجانب العلاجي ديالك. فيما يخص التغذيه ان شاء الله لنا عوده ان شاء الله باذن الله. غير اللي غادي نوصيك هو الاكسجين خرجي للطبيعه خذي الاكسجين اشعه الشمس النوم الجيد الغذاء الفيزيولوجي البعيد عن المواد المصنعه والله يعطيكم الخير. عتاب النفس لا يجدي نفعا جلد النفس لا يجدي نفعا حتى تأنيب الضمير. شوف راه الضمير تعريف ديال تأنيب الضمير هو مي كتكون واحد الحاجه انت عارفها وكدير العكس ديالها. علاش يأنبك ضميرك وانت ما كنتيش عارف؟ لان بعض الناس كيقول لك حنا سمعنا في برنامج الصحه والسلامه واحد الصوجه ما صالحاش للجسم ديالنا او شحال خديت انا. لا ما تلومش راسك داك الشيء اللي داز مي دابا يعني دابا كتثبت عليك الحجه ان واحد الماده خايبه وانت كتاخذها وي. اما من قبل ما تعاتبوش عافاكم راسكم وخليو ضميركم مرتاح. الا كنتو كتاخذوا شي اغذيه ما كنتوش عارفين راها كتضر مغاير تماما الا خديتيها وانت عارفه انها كتضر. فكنتمنى هذا اليوم المبارك كنتمنى الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله باذن الله ونهاركم مبروك. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء والمرض وارد والشفاء مطلوب
الوقاية خير من العلاج. شكرا جزيلا لك أستاذ، وأكيد أن الموعد متجدد بإذن الله. لا لخطيك يوم الاثنين أكيد أنه كان معنا إن شاء الله. أستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية، مشكور جزيل، شكرا.